الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره لما ذكر أحوال المنافقين للأموال، وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك، وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد بهم خيرا من خلقه. والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات. ولهذا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم. وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولو الألباب، وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه. وهذان الأمران، وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية، أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قول الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية آية عظيمة من آيات سورة البقرة، لها صلة بما قبلها، ومن مناسبتها لما قبلها مما ذكره بعض المفسرين أن ما قبلها تضمن ذكر أوامر ذات حكم وأسرار لا يدركها إلا من آتاه الله الحكمة، فجاءت هذه الآية بعد تلك الأوامر لتبين أن هذه الأوامر هي من حكمة الله عز وجل التي لا يؤتاها إلا من أوتي خيرا كثيرا. والشيخ رحمه الله ذكر صلة أخرى، حيث ذكر رحمه الله أن الآيات المتقدمة ذكر فيها أحوال المنفقين للأموال، وأن الله عز وجل أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات الخيرية. وفي هذه الآية ذكر الله عز وجل ما هو أفضل من ذلك، وهو أنه كما يعطي الأموال من ينفقونها في الخير، فإنه يعطي ما هو أجل من ذلك، وهو الحكمة التي يؤتيها جل وعلا من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا هو خير الخيرين،
لأن المال يسمى خيرا كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. لكن خير الحكمة هو خير الخيرين، وهو الفضل العظيم الذي نوه الله عز وجل بمكانته وقدره في ختام أو في خلال آيات الإنفاق. ومن الشواهد على ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله في ختام كلامه على هذه الآية، فإن هذين الأمرين وهما النفقات المالية والإنفاق منها في وجوه الخير وإيتاء الحكمة والإنفاق منها بتعليم الناس الخير، هما من أفضل ما يتقرب به المتقربون إلى الله عز وجل، وإن كان الثاني أعظم قدراً وأجل عند الله عز وجل، ولكن في كل منهما خير. ولهذا جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره الشيخ، قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس، وفي رواية فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد، المراد بالحسد هنا الغبطة، يعني أحرى وأجدر ما يغبط عليه الناس هذان الأمران. الأمر الأول: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، يعني إنفاقه في الحق. والأمر الثاني: رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس ويقضي بينهم بها. ومن صلة هذه الآية بالآية التي قبلها أن الآية التي قبلها ختمت باسمين كريمين من أسماء الله عز وجل، حينما قال سبحانه وتعالى: والله واسع عليم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. تبين أن قوله سبحانه واسع يعني واسع في فضله، واسع في علمه، واسع في قدرته، وهو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى، من سعة فضله ومن سعة علمه أنه يؤتي الحكمة من يشاء، وهذه الحكمة هي من أعظم فضل الله عز وجل. وهذه صلة ظاهرة بهذه الآية لما قبلها من ختم الآية بهذين الاسمين: يؤتي، يعني الواسع العليم جل وعلا، الحكمة من يشاء، وهذا من سعة فضله ومن علمه، فإن مؤتي الحكمة هو الحكيم، والمتفضل بها هو واسع الفضل، فهو جل وعلا الواسع العليم الذي يؤتي الحكمة من يشاء، وله جل وعلا الحمد والثناء. مشيئته جل وعلا تابعة لعلمه وحكمته، يؤتي الحكمة من يشاء. أولا، ما المراد بالحكمة؟ الشيخ رحمه الله
قال إنها هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة، ثم قال وهي إصابة الصواب في الأقوال والأفعال. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه فسرها بالمعرفة بالقرآن، يعني تفسير القرآن. قال ابن عباس فإنه قد قرأه البر والفاجر، والمعنى أن القرآن قرأه البر والفاجر، وقد يحفظه من ليس من أهل الحكمة، وإنما أهل الحكمة هم العالمون بالقرآن العالمون بتفسيره، هؤلاء هم أهل الحكمة. ولهذا جاء عن مجاهد رحمه الله في تفسير الحكمة هنا قال ليست بالنبوة، ولكنه العلم والفقه والقرآن. هذا هو المراد بالحكمة، وهذا لا ينافي ما ذكره الشيخ رحمه الله، لأن الإصابة في الأقوال والأفعال إنما تكون بالاهتداء بما في القرآن وبالفقه الصحيح المسدد. فالفقه في القرآن وفي السنة هو طريق الإصابة في الأقوال والأفعال والعلوم النافعة والمعارف الصائبة. فهذه المعاني معاني متقاربة ومتلازمة في تعريف وبيان المراد بالحكمة. قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، وهذا يبين أن إيتاء الله عز وجل الحكمة راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى، ومشيئته تابعة لعلمه وحكمته، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهو جل وعلا أعلم وأحكم، يضع الحكمة عند من يشاء ويحرمها من يشاء، وهو ذو الفضل جل وعلا فيما يعطيه، وهو العدل جل وعلا لا يظلم أحدا أبدا. قال جل وعلا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعلم الله عز وجل من بعض عباده الشكر فينعم عليهم بالفضل ومزيد الإحسان. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهذا من علمه جل وعلا ومن حكمته أنه يمن على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. يؤتي الحكمة من يشاء، ثم قال جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذه الآية عندما يقرأها المؤمن تتوق نفسه إلى أن يكون ممن أوتي الحكمة، فإن الرب جل وعلا العظيم حينما يبين لعباده أنه يؤتي الحكمة من يشاء ثم ينوه بهذا الفضل العظيم قائلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذا يحرك في قلوب المؤمنين دواعي السعي والافتقار إلى الله عز وجل
والرغبة إليه سبحانه وتعالى في تحصيل هذا الخير العظيم، الحكمة التي يؤتيها ربهم جل وعلا من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قوله ومن يؤتى الحكمة، ذكر إيتاء الحكمة مرتين، فقال يؤتي الحكمة من يشاء، ثم قال ومن يؤتي الحكمة. لم يأتي التعبير في الثانية ومن كان حكيما فقد أوتي خيرا كثيرا. ولعل من دلالات ذلك أن تتعلق القلوب بالله عز وجل في طلب الحكمة، ومن يؤت الحكمة، والمؤتي هو الله عز وجل، فقد أوتي خيرا كثيرا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خيرا كثيرا. ومما يمكن أن يلتمس في ذلك أن هذا التعبير القرآني يظهر الفرق العظيم بين حكمة البشر العالمين وبين حكمة أحكم الحاكمين. فحكمة البشر العالمين هبة من الله مسبوقة بجهل، وأما الله عز وجل فهو الحكيم، حكمته من صفات ذاته جل وعلا، وعلمه من صفات ذاته، لم يسبقه جهل ولا يلحقه جهل ولا نسيان، بخلاف حكمة البشر فهي وإن أوتيها بعضهم إلا أن فيها من النقص ما فيها. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. خيرا منكر، والعلماء يقولون إن التنكير يفيد التعظيم. ثم إن الله عز وجل وصفه بأنه كثير، فالخير يفيد العظمة كيفا، والكثرة تفيد الكثرة كما، وهذا كله إظهار لعظم فضل الله عز وجل على من آتاه جل وعلا الحكمة. الشيخ رحمه الله بيّن أثر الحكمة، فإن أثرها أن يضع الحكيم الأشياء في مواضعها، وينزل الأمور منازلها، فيقدم فيما يقدم عليه في موضع الإقدام، ويحجب فيما يحجب عنه في مواضع الإحجام. ثم إن الله عز وجل مع هذا البيان العظيم لفضل الحكمة ولتفضله جل وعلا على من يشاء من عباده بها، بيّن أنه مع ظهور هذا الفضل وعظمه وعلو قدره، إلا أن هذا الفضل لا يدركه ولا يتذكر به إلا أولو الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الشيخ ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم
وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولو الألباب. اللب هو العقل الكامل الخالص من الشوائب، هذا هو المراد باللب، جمعه الباب. فاللب هو الذي خلص من شوائب الهوى وشوائب الشهوات المضلة، الشبهات المضلة، وشوائب الشهوات المردية. فمن كان من ذوي الألباب فإنه يتذكر عظمة هذا العطاء ويعرف له قدره، وهذا يقوده إلى أن يسعى ويجعل من أعظم مقاصده في حياته أن يحظى بما يحظى به من الحكمة التي يؤتيها ربنا عز وجل من يشاء. هذه الآية فيها فوائد عظيمة، من فوائدها افتقار العبد المؤمن إلى الله عز وجل في أجل المطالب، وهو العلم النافع الهادي للعمل الصالح الذي هو الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. وكل مؤمن يقرأ هذه الآية إن لم تحرك في قلبه دواعي الافتقار إلى الله قلبا والسعي إلى تحصيل الحكمة عملا فليبكي على نفسه وليسعى في إحياء قلبه، فإن القلب إذا لم يكن به حياة لم يتأثر بالعظات ولم تحرك فيه الآيات ساكنا. من الفوائد أيضا أن واجب الشكر يعظم كلما عظمت النعمة، فكيف بمن يصفه ربه بأنه أوتي خيرا كثيرا؟ ولهذا كان الواجب على أهل العلم الذين آتاهم الله عز وجل من العلم والحكمة ما آتاهم، الواجب عليهم من الشكر أعظم من الواجب على غيرهم. ومن أداء شكر هذه النعمة أن يسعوا إلى تعليم الناس، وهذا هو النفقة من العلم، وهذا هو المذكور في الحديث السابق: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. من أوتي خيرا كثيرا فعليه زكاته، كما أن من أوتي مالا كثيرا وهو الذي يعد نصابا في الزكاة وجبت عليه زكاته. فائدة رابعة، وهي أن إدراك العالم ما عنده من الخير الكثير وما حباه ربه من الفضل الوفير، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يجعله يزهد في متاع الدنيا، لأن غناه في قلبه بما أعطاه ربه، فهو مستغن بفضل ربه جل وعلا عن منافسة أهل الدنيا في السعي في طلب حطامها الفاني. ولهذا لما حكى الله عز وجل في كتابه العزيز
قصة قارون الذي أوتي من المال ما أوتي، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذه المفاتيح، فما بالك بالكنوز. لما خرج ذلك الكافر على قومه، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، هؤلاء أهل الحكمة، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لم يأتي التعبير مقابل قال الذين يريدون الحياة الدنيا، لم يأتي في المقابل وقال الذين يريدون الآخرة، ليبين أن أهل العلم الذين حباهم الله العلم استغنوا به عن التطلع إلى المنافسة في حطام الدنيا، وعظمت رغبتهم بهذا العلم وبهذه الحكمة فيما عند الله عز وجل والدار الآخرة. ولهذا فإنهم يتسلون عما يصيبهم من نقص في الدنيا، وعما ينزل بهم من مصائب في حياتهم، لأنهم كلما شعروا بنقص أو حلت بهم مصيبة تذكروا أن الله عز وجل تفضل عليهم بما هو خير، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك، ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء، وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة، ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة، وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم عليهم ليس لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم، وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات. وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير، وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر، وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير. فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. وقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم، في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران، حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات، والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته.
قوله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذه الآية جاءت بأسلوب الشرط، هذا في لغة العرب يسمونه أسلوب الشرط. وما أنفقتم من نفقة، يعني أي نفقة تنفقونها أيا كانت. فقوله نفقة هذا عموم، ووجه عمومه أن نفقة نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وإذا دخلت على النكرة من، كان ذلك تنصيصا على العموم. كان تقول: ما أحد في الدار، فإذا قلت ما من أحد في الدار كان ذلك تنصيصا على العموم وتقوية له. إذن فالآية تفيد أنه لا تنفقون أيها الناس من نفقة أيا كانت، ويدخل في ذلك الإنفاق في الخير والإنفاق في الشر. أو نذرتم من نذر لله عز وجل أو للشيطان، كما ذكر الطبري في تفسيره: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والكلام في قوله أو نذرتم من نذر كالكلام في قوله ما أنفقتم من نفقة، فهو عموم يشمل كل نذر. والنذر هو ما ألزم به الإنسان نفسه، فالنذر لله عز وجل أن يلتزم العبد طاعة لله عز وجل. كان يقول: لله علي أن أتصدق بكذا، أو أن أصوم يوم كذا، أو أن أحسن إلى فلان بكذا. فما يكن من نفقة أو من نذر فإن الله عز وجل يعلمه أيا كان. ثم ختمت هذه الآية بقوله سبحانه: وما للظالمين من أنصار. العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله يتضمن الدلالة على الجزاء، وهذه القضية مرت معنا مرارا. فعندما يذكر الله عز وجل أنه عليم، خبير، بصير، يتضمن هذا أنه جل وعلا يجازي عباده على ما عملوا بحسب علمه بأعمالهم جل وعلا. وهو جل وعلا المطلع على الخفايا وما تكنه الصدور، فهو جل وعلا الذي يعلم الذي ينفق رياء والذي ينفق احتسابا، وهو جل وعلا يعلم الذي ينفق في وجوه الخير والذي ينفق في وجوه الشر. فهو عليم بذلك كله، عليم بنذور عباده. وهذا يفيد أنه جل وعلا يجزي كلاً بما يستحقه من جزاء بحسب علمه جل وعلا، ويتفضل على من يشاء ويعفو عمن يشاء سبحانه وتعالى، لكنه لا يضيع عنده مثقال ذرة. كما قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه
أجرا عظيما، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وجوده على عباده. ختمت هذه الآية بقوله سبحانه: وما للظالمين من أنصار. وهذا الأسلوب أسلوب نفي، يعني بداية الآية أسلوب شرط، هذا الأسلوب أسلوب نفي، ما هذه نافية، تنفي أن يكون للظالمين أنصار. والكلام في كلمة أنصار كالكلام في من نفقة، فأنصار نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أكد عمومها بقوله من، وما للظالمين من أنصار، يعني ليس لهم أنصار أيا كان، لا يوجد لهم أنصار. من هم الظالمون؟ ومن الذين يدخلون في هذا المسمى بحسب ما يفيده سياق الآيات؟ الشيخ رحمه الله قال: وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم، فهذا من الظلم، منع ما أوجب الله من النفقات، أو يقتحمون ما حرم الله عليهم، يعني يأخذون المال من غير حله أو يضعونه في غير حله. فمن ذلك الإنفاق في الحرام، ومن ذلك أيضا الإنفاق رياء وسمعة، فهذا كله داخل في الظلم. ومن ذلك الإنفاق لعز الدنيا بظلم الناس، فإن من الناس من ينفق طلبا لعز الدنيا بظلم الناس، يتكثر بإنفاقه من الأنصار ليصل إلى رئاسة يظلم بها الناس في حقوقهم ويبخسهم ما لهم من حقوق. ولهذا قال الله عز وجل: وما للظالمين من أنصار. فمن أوجه النفقة كما ذكرت أن بعض المنفقين يتخذ النفقة سبيلا إلى استمالة القلوب وجمع الأنصار استعانة بهم على الظلم، فهؤلاء ما لهم من أنصار، وما للظالمين من أنصار. هل المراد ما لهم من أنصار في الدنيا والآخرة أو المراد في الآخرة؟ ذكر الطبري وابن كثير في تفسير هذه الآية، يعني ليس لهم أنصار يوم القيامة، فقد يوجد لهم أنصار في الدنيا لكن ليس لهم أنصار يوم القيامة، ولهذا يتبرأ بعضهم بعضا من بعض ويكفر بعضهم ببعض، كما ذكر الله عز وجل في آيات من كتابه العزيز. والذي يظهر أن الآية عامة، فليس لهم أنصار يوم القيامة ينصرونهم من دون الله، وليس لهم أنصار أيضا في الدنيا إذا نزلت بهم عقوبة الله عز وجل التي لا ترد عن القوم الظالمين،
ومن الشواهد على أنهم لا أنصار لهم في الدنيا ما حكى الله عز وجل عن اثنين ممن آتاهم الله عز وجل مالا عظيما لكنهما كانا من الظالمين. أولهما هو صاحب الجنة المذكور في سورة الكهف الذي افتخر وكفر وقال أنا أعز منك مالا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لما نزلت به العقوبة قال الله عز وجل ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. كان يفتخر بنفره وعزه واجتماع الناس حوله لكثرة ما عنده من متاع الدنيا. لما نزلت عقوبة الله تفرق الأنصار وهلكت الديار وهلكت الجنة، فلم يكن له من فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. الثاني من هو؟ قارون. أحسنت. نعم نعم أحسنت، هذا شاهد ثالث. نعم بارك الله فيكم. قارون أيضا ذكر الله عز وجل عنه ما حل به، قال جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إذن فقوله جل وعلا وما للظالمين من أنصار يشمل في الدنيا إذا حلت بهم العقوبة وفي الآخرة إذا كان يوم القيامة. ثم قال الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إن تبدوا يعني تظهروا الصدقات فنعما هي، نعما هذا مدح، فعل مدح، فهذا ثناء من الله عز وجل ومدح لمن يظهر الصدقات. ثم قال جل وعلا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني خير لكم من إيش؟ من إظهارها. وقوله فهو خير، الخير هذا أفعل تفضيل كما يقول أهل اللغة، يفيد اشتراك شيئين في صفة لكن أحدهما أكثر من الآخر في هذه الصفة، فإبداء الصدقات خير وإخفاؤها خير، لكن ما هو خير الخيرين؟ هو الإخفاء. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني من إظهارها. ذكر الله عز وجل للخيرية أو ذكر الله عز وجل الخيرية مرتبة على وصفين،
الإخفاء وإيتائها الفقراء، وهذا يفيد أن كلتا الصفتين موجبتان للخيرية، واجتماعهما يزيد من الخيرية. فالإخفاء خير من الإظهار، وإيتاؤها الفقراء أيضا خير. وقوله وتؤتوها يفيد أن الأفضل للمتصدق أن يوصلها إلى الفقير بلا مؤونة على الفقير، بل يتحمل هو المؤونة. بعض الناس إذا أراد يتصدق يتصل على الفقير يقول تعال خذ، لو أنك سرت بقدميك إلى الفقير وآتيته لوجدت لذلك روحا وإيمانا وسكينة وطمأنينة في قلبك، وذلك خير لك. وإن تؤتوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وفي كل خير، يعني لا يقال إن هذا ليس فيه خير، كل خير، لكن هذا خير الخيرين. فخير من أن تدعو الفقير أن تذهب إليه وتعطيه وتكفيه مؤونة ذل السؤال والطلب والسعي، وتحتسب خطواتك عند الله عز وجل في إيتائه ذلك الخير الذي حباك الله به. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ذكر الله عز وجل في قوله وتؤتوها الفقراء، يعني كلمة الفقراء، نلحظ أن آيات مرت معنا يذكر فيها الإنفاق غير مقيد بالفقراء، هنا جاء التقييد بالمعطى وهم الفقراء. ما الحكمة في ذلك؟ يلتمس لذلك عدة حكم. الشيخ رحمه الله ذكر فائدة لطيفة، قال إن في ذكر التنصيص على الفقراء، قال أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير، أما إذا صرفت في مشروع خيري فليس في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل قواعد الشرع تقتضي أن تراعى في ذلك المصلحة. فأحياناً تكون المصلحة في إظهار الصدقة إذا كانت في مشروع خيري، لما يحصل بذلك من القدوة في الخير، تشجيع الناس على البر والإحسان، وتنشيط النفوس على أعمال الخير. فهذه حكمة ذكرها الشيخ رحمه الله. أيضاً يلتمس حكمة أخرى، وهي أن ذكر الفقراء تظهر فيه فائدة عظيمة للإخفاء، لأن العلماء لما ذكروا استحباب إخفاء الصدقة ذكروا أن لذلك فوائد، منها فائدتان. ما هي فوائد إخفاء الصدقة؟ نعم، ممتاز. والثانية؟ والثانية أن المسكين لا تأتي انكسار نفسه. أحسنت. نعم، هاتان الفائدتان أشار إليهما الشيخ رحمه الله، قال في ما سمعناه، قال وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن إخفاءها على الفقير
إحسان آخر. فإظهار الإعطاء أمام الناس للفقير يكسر قلب الفقير، وكثير من الناس به حاجة لكن لا يريد أن تظهر حاجته أمام الناس، فبوده أن تصل إليه حاجته من غير أن يعلم أحد. ففي من فوائد الإخفاء أن في ذلك إحسان إلى الفقير بعدم كسر قلبه والحفاظ على ماء وجهه، وهذا مطلب عظيم. هذا المطلب يظهر بشكل واضح في الفقراء، في إعطاء الفقراء، ولهذا أقول لعله من حكم التنصيص هنا على الفقراء. أما الحكمة الثانية فهي أنه أدعى للإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل تصدق بصدقة إيش فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني هذه شدة إخفاء لدرجة كأنه يخفيها عن نفسه، وهذا مبالغة في الإخفاء، وهذا يدل على أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية. لكن هنا سؤال، وهو هل هذا في صدقة التطوع أو يدخل فيه الزكاة المفروضة؟ بمعنى أفضلية الإخفاء. نعم جميل. نقول هذا في صدقة التطوع فقط، هذا في صدقة التطوع، ولهذا ذكر أكثر المفسرين أن قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هذا في التطوع وليس في الفرض، لأن الأصل في الفرض أن إظهاره أفضل من كتمانه، لأن إظهار شعائر الإسلام هذا مطلب شرعي، فشعائر الإسلام الزكاة، زكاة الفطر، هذا مطلب شرعي أنها تظهر. أما صدقة التطوع فهذه هي التي يكون فيها الأصل هو أفضلية الإخفاء، وإن كان كما مر معنا قد يعرض لبعض صدقات التطوع ما يجعل إظهارها أيضا أفضل من إخفائها، كما مر معنا في قضية بعض المشاريع الخيرية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله حول هذه الآية، أن الذي ينبغي للمؤمن أن يبادر إلى الصدقة متى حان وقتها، ولا ينبغي له أن يؤخرها من أجل أن يخفيها، بمعنى أنه إذا دعي إلى صدقة علانية فينبغي له أن يبادر ويتصدق ويجاهد نفسه على إصلاح النية، ولا يقول لا سأؤخر الصدقة حتى أؤديها خفية. قال وهذا هدي الصحابة رضي الله عنهم، وهذه وقائع، يعني كلام ابن القيم يستند إلى عدة وقائع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب الصحابة أحيانا إلى جمع التبرعات، كما في قصة الوفد من مضر وحديثهم في الصحيح، فكان الصحابة رضي الله عنهم يبادرون حتى يجتمع عندها أكوام من الطعام ومن اللباس، وهذا هو شأن الصحابة والمؤمنين أن يبادروا إلى الصدقة متى حل وقتها ولا يؤخروها طلباً
لإخفائها، إضافة إلى أن تأخيرها قد يؤدي إلى عوارض. فالشيطان قد يقول لك أخر ثم يثبطك فما تتصدق، أو يأتيك عارض يمنعك من التصدق، أو ما تدري. فالمشروع للمؤمن أن يبادر إلى الخير وأن يسابق إليه وأن يكون قدوة لغيره في ذلك. قال جل وعلا: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. هذا فضل آخر يضاف إلى فضل الخير ينال المتصدقين. فالله عز وجل ذكر أن الصدقة خير لهم، وهذا يتضمن الرحمة. والفضل الثاني هو مغفرة السيئات، ولهذا قال الشيخ في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير وهو المذكور أولا فهو خير لكم، وهو كثرة الحسنات والثواب، والأمر الثاني دفع الشر والبلاء بتكفير السيئات، لأن السيئات هي سبب المصائب في الدنيا والآخرة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،